السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: جمعة عناد يهجر 91 عائلة من قرية العيثة في محافظة صلاح الدين. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. السلاح، كل السلاح، الثقيل، المتوسط، الخفيف، هو اختصاص الدولة ولا غير الدولة، الدولة فقط. هو اختصاص الدولة ولا غير الدولة، الدولة فقط. نحذر وبشدة الكاظمين وشرارما. أنا بدي أكشف لكم يا ناس كارثة حصلت معي. الكارثة التالية: 2019 أحد الأشخاص هددني بالقتل والتصفية، أقمت عليه دعوة قضائية بمديرية الاستخبارات من 2019، حالياً 2021 والدعوة نائمة بمديرية استخبارات السماوة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أقدم وزير الدفاع في حكومة الكاظمي المدعو جمعة عناد على تهجير 91 عائلة من قرية العيثة في محافظة صلاح الدين. هذه الخطوة جاءت نتيجة مشكلة عائلية بين الوزير وشقيقه الذي يعتقد أن زوجته لها صلات سابقة مع عضو في داعش. وبناء على ما سبق، أمر الوزير قواته بتهجير 91 عائلة من أهالي القرية قسريا إلى مخيم للنازحين، وهو ما يخالف كل القوانين والأنظمة. هذه الحالة مشاهدينا الكرام ليست الأولى ولن تكون الأخيرة كما يرى كثير من المراقبين للوضع في العراق، إذ قد سبقتها حالات تهجير كثيرة نفذتها حكومات الاحتلال وميليشياتها طالت كثيرا من العراقيين الذين لا ذنب لهم. فأين القانون الرادع؟ نطرح مجموعة من التساؤلات مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها. لماذا أقدم وزير الدفاع في حكومة الكاظمي على تهجير 91 عائلة من قرية العيثة في محافظة صلاح الدين إن كانت المشكلة عائلية؟ أليس من الأولى أن يوجه وزير الدفاع جمعة عناد قواته صوب الميليشيات ومن يخرق القانون، أم أنه معين ليبرر وجودهم وانتهاكاتهم؟ وأيضا في ظل استخدام حكومات الاحتلال نفس نهج الميليشيات في محاربة العراقيين، من بقي ليطبق القانون في العراق؟ هذه التساؤلات وغيرها مشاهدينا الكرام بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم. طبعا في هذا الصدد مشاهدينا الكرام، قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن حكومة الاحتلال لا تزال مستمرة في غيها وارتكابها أبشع الجرائم وممعنة في عملية التهجير القسري للعراقيين. أضافت الهيئة أن المدعو جمعة عناد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الثامنة استعان بوحدة عسكرية من القوات الحكومية لتهجير 91 عائلة قسريا من مساكنها في قرية العيثة بمحافظة صلاح الدين تحت تهديد السلاح. أشارت الهيئة إلى أن هذه الحملة الجديدة للتطهير والترحيل الجماعي القسري ناشئة عن رغبات وأهواء شخصية للوزير بسبب خلاف مع شقيقه، لافتة أيضا إلى أن القوات الحكومية منعت هذه العائلات من حمل أغراضها إلى مخيمات النزوح في انتهاك صارخ لهذا الشخص الذي أصبح أداة من الأدوات القمعية في تنفيذ المشاريع الحكومية والميليشياوية في المحافظة. أيضا حذرت هيئة علماء المسلمين في العراق من خطورة ما يقوم به من يسمى وزير الدفاع وابنه الذي عينته الميليشيات آمرا على اللواء 51 من ميليشيا الحشد. وأكدت الهيئة أن من يدعون تمثيل هذه المناطق المنكوبة
هم أحد أسباب استمرار معاناة المهجرين قسريا، وأن جريمة تهجير عائلات قرية العيثة شاهد آخر على عدم وجود دولة في العراق، وحملت الهيئة حكومة الكاظمي مسؤولية هذه الجريمة. طبعا ليست هيئة علماء المسلمين وحدها من تحدثت في هذا الموضوع، حيث وجهت منظمة Human Rights Watch أيضا أصابع الاتهام إلى القوات الحكومية بتنفيذها حملة إجلاء طالت 91 عائلة من قرية شمال العاصمة بغداد بشكل غير قانوني بسبب نزاع مع عائلة وزير الدفاع جمعة عناد. بأي صفة قانونية يحق للوزير أن يهجر أي شخص من بيته أو منطقته في العراق؟ هل هناك نص قانوني يسمح بهذه التجاوزات؟ أين القانون في العراق؟ أين الحكومة في العراق من مخالفات هذا الوزير وغيره من المسؤولين الموجودين ضمنها؟ ألا تعتبر هذه المخالفات كفيلة بفصل الوزير وعزله من منصبه ومحاكمته على مخالفته لهذا القانون وإجباره تحت تهديد السلاح عوائل 91 عائلة على ترك منازلهم دون أخذ أي شيء من أغراضهم أو ممتلكاتهم، وإجبارهم على ترك المنازل والذهاب إلى مخيمات النزوح؟ مشاهدينا الكرام، العراق يسير في نفق مظلم للغاية، وبسبب سوء استغلال السلطة من قبل من يحكمون العراق منذ عام 2003 لغاية اليوم، ولا يزال المواطن العراقي يطرح هذه التساؤلات: إلى متى يستمر هذا الوضع في ظل هذه الحكومات التي تقول إنها جاءت لإرساء قواعد الأمن والنظام في هذا البلد؟ إلى متى يسير المواطن العراقي تحت حكم هذه الميليشيات والأحزاب الفاسدة؟ ألا يكفي ميليشيات وبلطجة على العراقيين؟ ألا يكفي تصريح أو الخزي الذي سببه تصريح وزير الدفاع جمعة عناد بتبريره قصف الميليشيات وضربها للصواريخ للمنطقة أو على المنطقة الخضراء التي أصاب كثير منها منازل المدنيين والآمنين في بيوتهم؟ نبدأ باستقبال الاتصالات مشاهدينا الكرام. معنا أول اتصال، السيد أبو حسن من بغداد، تفضل. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيك أخي محمد. هاي ما تكون الأولى ولا الأخيرة، هم هدفهم تضييع العراق. نعم. يعني هسه لما يقولون انتخابات ووجوه جديدة، زين بظل الانتخابات هاي، هم ما دام الدولة مسيطرة عليها حزب الدعوة، فالعراق مدمر، يعني ما بيها كل مجال، يعني تهجير وقتل الناس وتقتلهم وإذلالهم. نعم. هاي من أساسيات الحكومة هاي اللي جابتها الاحتلال، لا تستغربوا من الشيء هذا. يعني أبو حسن، إذا كانت مشكلة وزير الدفاع مع شقيقه، لماذا يقوم على تهجير 91 عائلة من قرية في محافظة صلاح الدين وإجبارهم على ترك منازلهم والرحيل إلى مخيمات النزوح؟ بأي صفة وتحت أي قانون يحق للوزير أن يفعل هذا الأمر؟ أخي محمد، ما قعدنا قانون، إحنا قانوننا ما شو يقول الغاب، يعني حكم الغاب هذا علينا صار، يعني بلد ضاع، لأن مو ناس مو عراقيين، مبتلى العراق بيهم وابتلى بنقاستهم، فذول يا أخي ما يفيدون، ذول راح يشوفون العراق الويل، يعني هم جندات خارجية يخدم إيران يخدم إسرائيل يخدم أمريكا يخدم بريطانيا يخدم فرنسا، كل الدول هاي مجرمة وتستخدم أجندات ينفذوها. نعم. يعني هسه حتى لو عفدوها عندها مشكلة ويا شخص، ليش أنا أجي على المنطقة كلها؟ وهم هدف تهجير المنطقة الغربية. طبعا هذا المبدأ تسير عليه حكومات الاحتلال منذ 2003 إلى اليوم، مبدأ السيئة تعم، وموضوع معاقبة أناس لا ذنب لهم سوى أنهم ربما على صلة أو شخص منهم على صلة بأحد التنظيمات الإرهابية، أو ربما ينتمون إلى منطقة معينة أو طائفة معينة. هذا العقاب الجماعي، يعني لماذا يسمح لهذه الحكومات أن تسير عليه وتنفذ هذه السياسات؟ أخي محمد، ذولا أي ذريعة يسووها، يعني سؤال يكذب الكذبة وبعدين خلي هو يصدقها نفسه. يعني أنا أجر الناس هاي العوائل بأي حق؟ حتى لو واحد مذنب، الباقيين ليش؟ فهم عندهم هاي العملية مالتهم والارتكاز اللي يتركزون عليه عم يضيعون العراقيين، يعني مو بس المنطقة الغربية. لا جنوب حدث ولا حرج، هم مذلولين ذلة مصايرة، فهم هدفهم تهجير العراقيين وتدميرهم وإذلالهم. ليش المسؤول في العراق
دونا عن بقية الدول لما يأتي يتسنم منصب يتسلط على رقاب الناس بدل أن يقوم على خدمة الناس وتوفير الأمن لهم مثل وزير الدفاع المعني بحماية العراق أرضا وشعبا، هو الذي يقوم بالانتهاكات، إذن من الذي سيحمي العراقيين؟ والله يا أخي أنا أقول لك بس يا أما أول رب العالمين أولا ثم العراقيين نفسهم. أنا قلت مرات عديدة العراق إذا يجد النفس بيده يجي قاوم القذارة هاي جتنا من الخارج بيده، يعني وعدنا رب العالمين بس هو العظيم الجبار اللي يحمينا. انت اي مسؤول كيف على هواء، يعني شغله هواء هواهم شلون اجنداتهم، يعني هسه مصايره، يعني مصايره يعني واحد افتراضه يعني واحد مذنب ليش انا 91 عائله اهجرها؟ سيد ابو حسن اذا كان المسؤولون الذين ينتمون للمحافظات المنكوبه يقومون بهذه الانتهاكات فلا عتب إذن على الميليشيات التي تأتي من أماكن أخرى بدوافع طائفية أن تنفذ ما تنفذ، إذا كان ابن هذه المحافظة هو الذي يسيء قبل غيره ماذا إذن عن بقية الجهات التي تأتي من أماكن أخرى وبدوافع طائفية أو حقد أو غيرها؟ إش بقوا للعراقيين إذا كانوا هم يسيئون لمحافظاتهم قبل غيرهم؟ هذول كلهم أخي محمد كلهم عملاء، دولار الدولار عنده سحر اخويا محمد، الدولار له سحره، يعني كرامه ما عنده الانسان، كرامه ما عنده أذي اهله، بس اذا الانسان بورقه 100 دولار لا والله مو 100 دولار، دولار واحد يبيع بعاله، هذا مو ابن العراق، ابن العراق لازم يحافظ على الشعب، ما وزير دفاع وزير دفاع لازم يحمي البلد يحمي حدوده مو يهجر اهله. فهذول كلهم اجنداتهم خارجيه، عملاء ما يحترمون الإنسانية ولا البشر ولا حتى القاع، يعني هسه من 2003 ولحد الآن ايش سووا بالعراق؟ حرقوا الأراضي وهجروا الناس، يعني أنا لما أشوف واحد مهجر بخيمة هو من عندك وبيك، يعني ما يهزك ضميرك؟ هذول ظل ضمير ولا دين ولا أخلاق ولا أي شيء. بس يعني تتحدث حضرتك عن الضمير أبو حسن، إذا كان هذا الوزير نفسه يبرر للميليشيات حملها للسلاح قصفها للمناطق خاصة المنطقة الخضراء وسقوط هذه الصواريخ على المدنيين ويقول صاروخ صاروخين ما تأثر على هيبة الدولة، إذا كان هذا الشخص في هذا المنصب الحساس يتحدث بهذه اللغة، هل هذا الشخص عنده ضمير أصلا حتى ينظر إلى العوائل الفقيرة والناس المفجوعة بأبنائها والمتضررة جراء العمليات العسكرية؟ أقول لك شغلة أخي محمد الله يرضى عليك تحملني ثواني فضل. طبعا أقول لك شغلة، يعني هسه اليوم أنا شفت عائلة داوية فد مرة قدمت لها المساعدة وأنا إنسان بسيط، لأن هو وزير دفاع ورتبة وراتب وحماية وخدم وحشم، يعني غيره ما عنده، أنا أحسن من عنده لازم لازم يكون أحسن من عندي. أخي دول كلهم عملاء إرهابيين من رئيس الجمهورية إلى أسفلهم، كلهم مو عراقيين ولا ينتمون للعراق، لأن ما يهز ضمير على العراقيين هذا مو عراقي، وهي من زمان مجهولة. يعني شكرا جزيلا أبو حسن من بغداد، أنا أشكر حضرتك للمشاركة. عندنا رسالة من السيد حسين الكعبي من محافظة ميسان يقول السلام عليكم، شكرا لقناة الرافدين إتاحة الفرصة للجميع، وشكرا لتقديمكم حقائق وجرائم حكومة الميليشيات. أما ما يجري في العراق في كل المناطق الجنوبية والغربية هي جرائم حرب، هذه ليست حكومة عراقية، هذه ميليشيات تحكم البلد، تسرق ثرواته وخيراته وتهجر أبنائه خارج العراق وتقتل المثقفين والعلماء، الهدف من هكذا أفعال هو جعل العراق مقاطعة تابعة لدولة الجوار أو لدول الجوار وسلب أمواله إلى الخارج. أما وزير الدفاع فهو جزء من منظومة إرهابية خارجة عن القانون، وأفعاله هي جزء من أفعال الميليشيات تقتل وتنهب، لذلك على الشعب العراقي أن ينهض بثورة إلى تظاهرات، ويقول أيضا ثورة مسلحة لإخراج المحتلين وإرجاع البلد إلى أهله. وشكرا شكرا حسين الكعبي. معنا اتصال السيد صباح من بغداد، تفضل حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا التهجير يعني احنا تعودنا عليه من 2003 ولحد الآن، يعني احنا سابقا بحجة إرهاب داعش 6 محافظات هجروها، اللي ما موجود في دياله من مآسي من 2003 ولحد الآن، يعني قرى كاملة تم تهجيرها على يد منظمة بدر الإرهابية ومنظمة وميليشيا العصائب.
جرف الصخر يعني خير دليل. صلاح الدين تعاني وحزام بغداد يعاني الأمرين. يعني وين الحكومة اللي يسمون باسم حكومة؟ وين جهاز مكافحة الإرهاب اللي سلاحه مسلط بس على المناطق السنية؟ خلينا نحكيها بصراحة يعني السلاح كل العراق سيد صباح، يعني أنت تعرف حضرتك جنوب العراق يعاني كثيرا من بطش الميليشيات وخرق القانون من قبل الأجهزة الأمنية. نعم جهاز مكافحة الإرهاب احنا شفناه في الأنبار وبالموصل فقط أستاذ محمد. نعم. أما من القتل الشهداء التشرينيين اللي عددهم أكثر من ألف. نعم. ما شفنا لا جهاز مكافحة الإرهاب ولا حتى على التهجير في جرف الصخر وفي قرية العيسى. نعم. يعني وين جهاز مكافحة الإرهاب؟ يعني حاطيكم أنتو يعني تابعين الهيئة الحشد؟ يعني هذا البرود مالتكم وما تتدخلون بهيج قضايا طائفيه. المفروض انتم يعني الدرع الحصين لكل المواطنين. نعم. لكن هذا سكوتهم هذا يدل مو بس هم، وزاره الداخليه والدفاع والسياسيين السنه الموجودين بهاي المنطقه صلاح الدين. نعم. وينكم يعني تفترون بس توزعون بطانيات وتوزعون دجاج وتوزعون كارتات؟ نعم. يعني بس وقت الانتخابات تجون على المواطن العراقي تريدون ينتخبكم؟ اما طيب بس خلينا نوقف على قضيه قريه العيثة. المشكله مع وزير الدفاع هي مشكله بينه وبين اخوه، وهي مشكله عائليه، والموضوع مرتبط بزوجه اخيه اللي يقال بانه لها صلات سابقه مع عضو في داعش. هذا الكلام شعليهم الناس ال91 عائله ان يتم تهجيرهم بهذه الطريقه وتحت تهديد السلاح؟ باي ذنب يهجرون؟ تحت اي ذريعه؟ ذريعة المسؤول السياسي والمسؤول الأمني الفاشل من يحطوهم مناصب. يعني هم مو قد المناصب مثل وزير الدفاع اللي محسوب مع الأسف علينا. لكن من نشوف هذه هيك مواضيع وهيك قضايا وهيك تهجير يعني صعبة. يعني يعني حاميها حراميها أنتوا اللي تهجرون بالناس. يعني بدل ما تكونون حماية للمواطن العراقي البسيط تجون تهجرونه ومشاكل عائلية واتهامات وغيرها، والضحية الأول والأخير هو المواطن بكل شيء. ضحية بالتفجيرات، ضحية بالتهجير، ضحية بالقصف، بالاغتيالات، ضحية بالممرات الآمنة اللي كانوا يسووها. صار المواطن العراقي مطرقة يطرقون عليه من هم كل الموجودين بالعملية السياسية. يعني إلى متى؟ يعني إلى متى؟ وشنو إنجازاتكم أنتم؟ شو سويتوا للمواطن؟ كل شيء ما سوونا بس هذا حصلنا التهجير والسجون وخراهية. طيب يعني وزير الدفاع شنو إنجازاتك؟ يعني ما عنده إنسان فاشل ما قدم أي خدمة للعسكر نهائيا، ما قدم لهم فد شيء. بالعكس هو منصب سياسي أصبح وزير الدفاع، ما عنده سلطة لأن يعرفوا قادة الفرق والاستخبارات العسكرية والاستخبارات الأمن المن تابعين لأي أحزاب وما يقدر. طبعا هو أيضا معلومة، هو ابنه يقود اللواء 51 في الحشد، يعني ابنه أيضا يقود ميليشيا، هذا وزير دفاع. بالطبع هم كلهم ناس تابعين للميليشيات، ومن نصبهم غير قادة الميليشيات ومبارك السفير الإيراني والولي السفير؟ هم ذول نصبوهم كلهم ناس فاشلين، الشخص الغير مناسب بالمكان المناسب. ما أجانا وزير دفاع أو وزير داخلية براسه خير وخدم الجيش والشرطة وغيره، كلها فشل فيه فشل، والدليل الملف الأمني المزري الموجود بالعراق كامل. شكرا جزيلا سيد صباح من بغداد. أبو حسن من صلاح الدين، تفضل يا أبو حسن، حياك الله. أبو حسن أسمعك عيني، حياك الله، تفضل، أهلا وسهلا. أبدك لك على هاي الفلوس الحمد لله 14 لحد اليوم ما استلمناها. شلون يا أبو حسن؟ على الفلوس مال الحنطة. أي من 14 لحد اليوم ما استلمناها، صارت 7 سنين. طيب ايه لحد الان شنو يعني ما استلمونا شنو؟ ليش ما استلمتوا؟ ما عقبنا 14 حتى انا مزيد وحطينا يعني شنو صار شنو من يحملها؟ لا نعم. ليش الحكومه ما انطتكم؟ ما لحد اليوم شو يا داعش وراحت شو؟ نعم. أبو حسن بما أنه أنت من صلاح الدين خلي أستغل حضرتك بتعليق رأيك بموضوعنا اليوم. جمع عناد وزير الدفاع قام بتهجير 91 عائلة من قرية العيثة بصلاح الدين. المشكلة مشكلة عائلية بينه وبين أخوه. الناس دولة شنو ذنبهم أنه يتم تهجيرهم بقوة السلاح؟ صحيح. ليش هجرهم برأيك؟
هاي كلها من ميليشيات. نعم. ميليشيات الجرثة. بس التقارير تأكد أنه وزير الدفاع هو المسؤول. من الميليشيات الجرثة. كلها إيرانية. طيب. حتى لو كانت هذه الرواية صحيحة وأنه كانت الميليشيات هي اللي هجرت، وين وزارة الدفاع عن حماية الناس ومنع هذه الميليشيات من تهجيرهم برأيك؟ والله ماكو هنا، وبس على الانتخابات أنا أقول لك يشتغلون هاي. طيب مو هي هسه حتى الانتخابات جاية هم قاعدين يسيئون للناس أكثر. إيه إيه كلها إيرانية ميليشيات. نعم. أشكرك يا أبو يعني حسن. يعني شنو هذا؟ إيه تفضل. طيب شكرا يا ابو حسن من صلاح الدين، اشكرك للمشاركه. يرى ابو حسن من صلاح الدين ان هذا فعل ميليشيات، وهل تختلف افعال الميليشيات عن ما تقوم به الاجهزه الامنيه في العراق من قتل وتهجير وتغييب واعدامات ميدانيه في الشوارع بدون اي نص قانوني او سند قانوني تستند عليه، والتعذيبات الموجوده في السجون والمعتقلات أيضا هي نوع من أنواع الانتهاكات التي تنفذها وتقوم بها هذه الأجهزة الحكومية؟ لا فرق. معنا اتصال السيد عطوان من بغداد، تفضل. فقدنا الاتصال. مشاهدينا الكرام، النازحون الذين هجروا من قرية العيثة في محافظة صلاح الدين إلى مخيمات نزوح قالوا لمنظمة Human Rights Watch إنهم تم إجلاؤهم نتيجة نزاع عائلي بين وزير الدفاع الحالي جمعة عناد وهو من القرية وشقيقه الذي كان تزوج امرأة من القرية لها صلات سابقة مزعومة مع أو عضو في داعش، بحسب المنظمة التي دعت السلطات لأن توقف الإجلاءات فورا وأن تعاقب جميع المسؤولين الذين أساءوا استخدام سلطتهم. من الذي يطبق القانون اليوم في العراق؟ إذا كانت الأجهزة الحكومية وممثلة بالوزارات هي التي تنتهك القانون، من الذي اليوم يقوم على تطبيق القانون في العراق برأيكم مشاهدينا الكرام؟ معنا اتصال السيد أبو ياسين من ديالة، تفضل. حياك الله محمد، هاي كان محترمين. أهلا وسهلا، حياك أخي محمد. بياسه هو ماكو قانون، هي بس فوضى بالعراق. لكن ثاني عندي يعني أتنبه للشعب العراقي، ثلاث مناصب مهمة للسنة هي الدفاع والرئيس البرلمان والوقف السني، إذا مبارك إيرانية اقتليدا، هذول تبع. فنشوف دائما السياسيين الشيعة ذيولة، أما السياسيين السنة ذيولة ذيولة. شوفوا من طلع هو قال 85% من السنة هم دواعش حتى يثبت مكانه ومنصبه، هذا وزير الدفاع. طيب يعني وليش ما اتلف هاي المعلومه قبل ما يستلم المنصب على نسيب اخوه قاعد بالدواعش؟ فهذا العتب على الدوله وعلى على المجلس القضاء الاعلى، اذا هو الى ارتباط بداعش. وطبعا قبله مشعل الجبوري ابن يزن هو من داعش بالاسلحه والارزاق، وشوف الجعجعه مالك قبله شوف كان قبله هذا العادو. سيد ابو ياسين، شوف حتى لا نتوسع بالفكره، بس خلينا بموضوع اليوم تحديدا بالقضيه. هل يحق لوزير الدفاع أن يقوم بتهجير عراقيين من منازلهم بدون أي ذنب؟ يحق له نعم. شلون؟ يحق له حتى تأيد هاي الحكومة حتى يستمر بهذا المنصب ماله، لأن كل الدين تعلم أنه السياسيين الخط الأول، ما أقصد المذهب، لا الخط الأول، أصحاب القرار هم أول من سوى حملة تهجير للسنة، فهو حتى يطابقهم بالأمر حتى يريس. ليش دولة يسيئون لمحافظاتهم او المحافظات المحسوبين عليها؟ ليش بدل ما يعمروها، بدل ما يحموها من بطش الميليشيات، بدل ما يحافظون على ناسها وهم ينتمون لهذه المحافظات، ليش هم اول ناس تسيء وتهين وتنتهك القانون في هذه المحافظات؟ محمد الحمام من الزين، هم شو سياسيين السنه، هم اساس تهجير مناطقهم، وين السياسيين السنه يمثل هذا الجمهور؟ احد سال عن المغيبين، احد سال عن الناس اللي انقتلت، احد سال عن التهجير. بس شوف لما طلعوا بالتعويضات كان حوثي ربعه اخذوا مليارات، وذولاك الشعب اللي ما اجى السائب ما حد بحاله.
هذول ما لهم علاقه بجمهور محمد، هذول مو من الاصول العراقيه، مو من الاصول العراقيه. ثق بالله العظيم، شوف بعد تدمير المحافظات وما سووا، جو رشحوا ويا الفتح، يعني جو رشحوا ويا القتلة مال محافظاتهم. هذول ما يكون محافظات، بس خليك الملك مال نوفا العبور اقول لكم الله، هذا هو ساقط. يعني اول ما طلع ايش قال؟ قال مع الاسف المصريات انجبن من داعش، وهذا رديء الاصل. شوف وصف الجهاد هسه مطلوب دولي. شوف ابو ياسين، بس خلي اسال حضرتك. نعم. اذا كان المسؤول في العراق هو اول من يخترق القانون وينتهك القانون في العراق، من الذي إذن يطبق القانون؟ من لديه الصلاحية لمحاسبة، أو من لديه القدرة لمحاسبة هؤلاء المسؤولين الذين يخالفون القانون قبل غيرهم؟ هاي إملاءات ودعم مخارجي، إيران وأمريكا تريد تدمير الشعب. فهذا المسؤول المستفاد مهيمن، كل ما يسوى هالشكل يخلق قانون هو مستفاد. وين في القانون؟ هذا العامل اللي يطلع يقول نهدد القضاء، لو مش عارف يقول احنا كنا سراق، لو ما في يقول كنا فشلنا والحدث لهم على سده الحكم، هم الامور كلها بيدهم. هم هذا يا محمد. طيب. هذا الاحتلال لا تصدق يا رب الشعب. هذا احنا ترى محتلين، ما خادع انفسنا والحرب نضحك على نفسه يقول ما محتلين، محتلين احتلال ايراني وامريكي، فالاحتلال تدمير شعب بالكامل. شكرا جزيلا ابو ياسين من الديالة. عندنا السيد عطوان من بغداد، تفضل يا عطوان. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عطوان من ابو الرعايه الاجتماعيه. حياك الله، اهلا وسهلا. احنا الرعايه الله يحييك، الرعايه نسيناها بعد ننساها، بس هذول خطيه السجناء. أيه. وهذول المهجرين. نعم. هجروهم، حتى واحد عصفور وعده عش. نعم. عش. نعم. يسوي له بيضات، ما يهجروا ما يفلشوا. نعم. الحيوان له قيمه مو؟ زين هذول بشر، شلون هجروهم ما تعرف. نعم. زين ليش دتمر هذه الانتهاكات مرور الكرام؟ ماكو قانون، ماكو اللي يحاسب. ايه؟ ماكو احد يوقف هؤلاء عند حدهم. ليش الموضوع بالعراق، موضوع الانتهاكات، انتهاكات حقوق الانسان بالتحديد، تمر بسهوله من تحت انظار او امام انظار الحكومه؟ استاذ محمد كل شيء ما عقوب بالعراق، هسه احنا المستشفى مال الشباب ما عندنا والله تكرم، زين كل شيء ما عندنا، زين اكو السجن شنو؟ السل والجن. نعم. يو تنسل بالسجن، تنسل سلسل يا ستار، الله يشفك شر السل. يو تنجن يعني يصير مخبل السجن. المهجرين حرام، يعني هو بيته. نعم. زين هسه عصفور مربي له عش تقدر. طيب. تقدر تفشيه. وصلت فكرتك عليك. سيد عطوان من بغداد، انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركه. عندنا السيد محمد من السماوه، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحية أخي العزيز لك وتحية للرافدين. حياك الله أخي العزيز. نعم. يا من إلى السياسيين الفاسدين. يا من تربحتم على كرسي الرئاسة الوزراء. نعم. وقد تسلمت مناصب في قمة الهرم. فقد هتكتم شعب الرافدين وبرزت حقيقتكم على الواقع. إن هذا الظلم الذي تسلطون على الشعب لن يدوم، فقد دقت ساعة الحتم. يا من أهلكتم الحرث والنسل وشوهتم التاريخ. نعم. ارحلوا إلى حيث أتيتم، فلا تليق بكم إلا مذابل التاريخ. يتفرد الميليشيات أو الدكتاتور بكل شيء، وهو وإن بدأ يرفع شعارات تزيين حكمه، لكن باطنها أباطيل وتعطيل وحوك الدسائس ضد الشعب. لأن التاريخ المعاصر أرانا كراسي اهتزت، واليوم كرسي أشرف غني أبو أفغانستان واحد من أشهر الكراسي الذي انهار وتفكك بين ليلة وضحاها. طيب سيد محمد، تعليقك على ما قام به وزير الدفاع جمعة عنات في حكومة الكاظمي بتهجير 91 عائلة من قرية العيثة بدون أي ذنب وبدون أي سند قانوني، هذه الخطوة شلون مرت والحكومة ساكتة لغاية اللحظة؟ أنا بس أقول للوزير الدفاع والهاي الحكومة، حكومة الميليشيات، تذكروا وذكروا ان السكوت على جرائم المالكي وعادل عبد المهدي
كلفنا فيما بعد ضياء وطن عظيم صار مصيره بيثله من الفاسدين والارهابيين والجهله والاميين. ان العراقيين من السياسيين بسكوت على المجرمين الفاسدين والارهابيين قد يضاع الوطن. وان البرلمان العراقي اصبح مثل سوق الخضار يستنقون القوانين لمناقشتها كما نستنقي الطماطه عند ابو العربانه. وشكرا لك اخي ابو جاسم. شكرا لك محمد من السماوه. مثال جميل حقيقه لقضيه اقتناء القوانين وتمريرها في البرلمان واقرارها ومناقشتها وفق ما يناسب هذه الاحزاب. كلام بسيط لكنه واقع حال موجود في العراق. كيف تتعامل هذه السلطه مع العراقيين؟ كيف تسير القوانين وفق اهوائها ورغباتها وتسير الامور في العراق وفق ما تشتهي ووفق مصالحها؟ لكن لا قانون مرر في البرلمان يخدم مصلحة المواطن العراقي. عندنا رسالة من أحد المشاركين يقول السلام عليكم، الحكومة ما تستحي. سيد كيان من بغداد شكرا لك. طبعا بلقيس والي الباحثة الأولى في قسم الأزمات والنزاعات في منظمة Human Rights Watch قالت لسنوات زعمت السلطات العراقية أنها تنقل الأهالي إلى المخيمات أو خارجها لحمايتهم أو لمصلحتهم، لكن حالة هؤلاء القرويين الذين تم تقاذفهم بين قريتهم ومخيمات النزوح دليل آخر على أن الإخلاءات هذه غالبا ما تتعلق باعتبارات شخصية أو سياسية للسلطات بدلا من حماية المتضررين. العالم ينظر إلى العراق بأن ما تنفذه هذه الحكومات منذ 2003 لغاية اليوم بمسؤوليها وأحزابها وميليشياتها هي كما قال السيد محمد بن السماوة كل ما يخدم مصالحهم ويسير وفق أهوائهم ورغباتهم الشخصية أو الحزبية هو الذي يمر وهو الذي يطبق. لكن كل ما يخدم البلد من الناحية الأمنية والاقتصادية والسياسية وكل ما يخدم الشعب من هذه النواحي وغيرها لا يتم تمريره لأنه ليس لهم مصلحة فيها، وبالتالي يعاني المواطن العراقي. ولكن نظل نسأل إلى متى يستمر هذا أو تستمر هذه المعاناة وهذه الانتهاكات، ومن لديه حق تطبيق القانون والقدرة على ذلك إذا كان من يخالف القانون هم الرؤوس الكبيرة في الدولة أصحاب المناصب العليا الموجودين في هذه الحكومات. طبعا أيضا مشاهدينا الكرام منظمة Human Rights Watch شددت على أن السلطات عليها الاتصال فورا بجميع العائلات المتضررة ومنحها الدعم الذي تحتاج إليه لتقرير ما إذا كانت تريد البقاء في المخيم أو العودة إلى منطقتهم أو إعادة التوطين في مكان آخر وتقديم المساعدة لها في إعادة التوطين، وعلى السلطات توفير الحماية من الإخلاءات غير القانونية في المستقبل. هذه النداءات والدعوات من الذي يستمع في حكومة الكاظمي أو الحكومات التي سبقتها؟ من الذي استمع إلى التقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني؟ من الذي راعى حقوق الإنسان في العراق وحافظ عليها؟ هل يوجد ضمن هذه الأحزاب والحكومات من حافظ على العراقيين حياتهم وممتلكاتهم ومنع عنهم هذه الانتهاكات؟ هذه الأسئلة نطرحها مشاهدينا الكرام وبإمكان حضراتكم المشاركة للإجابة عليها. معنا اتصال السيد أبو عمر من بغداد، تفضل. حياك الله أستاذ محمد وحيا الله قناة الرافدين ومشاهديها. أهلا وسهلا، حياك. حياك الله استاذ. استاذ محمد، بالنسبه التهجير اللي ما قام به هو يعني جمعنا يعني تهجير غير قانوني وغير متخذ يعني باجراء هاي العوائل اللي ما لهم اي ذنب من صلاح الدين. يعني مهما يكون الامر يعني 91 عائله من تتهجر، زين هذول شلون راح يكونوا؟ وين يديرون وجههم؟ منو راح يقويهم؟ شنو ذنب حلالهم مالهم حلالهم؟ كل اللي هذا اللي عافوه تركه بسبب نزاع عائلي يكون بين العوائل. يعني هذا استاذ يعني لو كان عندنا قضاء عراقي صادق ورئيس وزراء لما يتخذ هذا الاجراء بحق هاي العوائل البريئه، يعني بدل ما يطوهم يوصلوا لهم خدمات، يقدمون شوف معاناتهم طيله هاي السنين اللي فاتت، يقوم وزير الدفاع بتهجيرهم، هذا ظلم على الإنسان. يعني احنا نسأل الى اين وصل الحال بالعراق ان يصل مسؤول ينفذ ما يشتهي
دون أي سند قانوني ودون خوف من ملاحقة أو معاقبة. إلى أين وصل الحال ضمن هذه أو في ظل هذه الحكومات؟ أستاذ يعني محمد هو من 2003 ولحد الآن يعني الحكومة وحكومة سلطة الأحزاب والحكومات المتعاقبة هي جهة واحدة، ليست بأنه بين الوزير الداخلية أو بين وزير الدفاع أو بين الأمن أو الاستخبار، كلهم هذول يتبعون جهة ولا هم ميليشيات أو أحزاب، كلها جهة واحدة تقوم بأحد يعني أذية المواطن العراقي، سواء إذا كان في الجنوب، سواء في مناطقنا الغربية، سواء في مناطق يعني استعمر أي منطقة كانت، هم قتل يعني المواطن العراقي أو تهجيره وأخذ ممتلكاته أو بالغصب أو بالإكراه، هذه جهة واحدة، ليس أنه جمعة نادي يمثل حكومة عراقية بأجمع، يعني هناك كثير من الميليشيات والأحزاب اللي هي قوم بقتل الناشطين وملاحقة الإعلاميين، هذه كل الأعمال الإجرامية اللي هي تقوم بها حكومة الأحزاب. فجمعة أحد من أحد الأحزاب اللي شنو فرق وزير الدفاع هذا واللي دا تسويه حكومات الاحتلال عن اللي سوته داعش في العراق واللي دا تسويه الميليشيات أيضا في العراق اليوم من انتهاكات؟ شنو فرقهم عن هذه الجهات؟ أستاذ محمد، المواطن إذا كان في زمن ما يقولون به زمن داعش اللي هجرت العالم أو اعتقلت أو ضربت، هذه أغرب، لأنه هذه ناس إحنا عراقيين هم من يقولون داعش سوى ودمر وهجر العالم وقتل، هذا طيب أليس هذا إنه يشبه داعش؟ أليس من يكون له رد واحترام المواطن في دورهم الآمنة وهي خالية من أي دواعش يقتلون المواطن أو يهجروه بأي سبب بأي جهة قانونية؟ هذه كلها حقد طائفي. منو اللي بقى اليوم برأيك يدافع عن العراقيين ويحميهم إذا كانت الوزارات الأمنية قواتها ترتكب انتهاكات ضد القانون وحقوق الإنسان، والميليشيات من طرف آخر أو على طرف آخر ترتكب أفظع وأبشع، من الذي بقي ليحافظ على أمن العراقيين وحياتهم؟ استاذ مش بس احنا بالعراق للأسف، يعني بعد ماكو أحد عندنا شخص نلجأ إلى كعراقيين بصورة عامة من الشمال للجنوب في أي منطقة كانت، يعني لا عندنا أكو وزارات أو مراكز أنه نلجأ بها المواطن العراقي من قوم عملية قتل أو عملية أي عمليات اللي الأحزاب اللي جاي تقوم بها، ماكو إلى أي دعوة، ماكو إلى أي قضاء، لأنه أصبح القضاء والحكومة وكافة الوزارات هي تتبع الأحزاب، ونفس الوزارات ونفس الجهات الأمنية هم أحد الأحزاب الذي يقومون بسيطرة البلد ويعني أخذ خيراته وممتلكاته بدون المواطن أن يفتح حقه. يعني البارحة أخو أحد القضاء الموجود عندنا بأنه تكتيم الأفواه، أي شخص إذا يبدع الرأي أو أي شيء كان يقدر يقوله، القضاء العراقي ممكن أطلق قانون بأنه معاقبة الشخص ويعني محاسبته. طيب أنا عندي سؤال سيد أبو عمر، منظمة هيومن رايتس ووتش قالت أنه مجرد فكرة أن وزير يستطيع بمحض نزوة ودون مبرر طرد مئات الأشخاص من منازلهم يجب أن تهز الضمير. أكو ضمير عند المسؤولين بالعراق اليوم؟ عندهم ضمير؟ أستاذ محمد بالنسبة لو كان ضمير أكو عندنا المسؤولين أو عند القيادات العليا اللي هي جاي تحكم العراق، ما وصلنا هذه الحال، يعني ما وصلنا أنه مواطن من يطالب حقه يقتل، مواطن من يخرج للشارع وما لاقي وظيفة عمل يطالب بأنه أريد وطن أريد تغيير يقتل، مواطن قاعد في بيته ودور آمنة يعني يجي وزير هو شخص يعني 91 عالة، ما ممكن هذول 91 عالة هم كلهم اللي يعني تعاركوا ويا مع عائلة الوزير جمعة عناد، ما ممكن ناس أكبرياء، أنت تدخل على شخص واحد على شخص واحد ممكن محاسبته، ممكن أكو أمور عشائرية هي تحلها، ممكن إذا كان بها قتل، ممكن إذا كان بها أي أمور كانت تحاسبه، لكن للأسف يعني يشوف وزير الدفاع أو وزير الداخلية أو رئيس وزراء من دي يسمع هيك مواضيع وساكتينها،
يعني هذه مؤيد تأيد هذه العمائل الإجرامية ضد الحق المواطن العراقي. لكن إذا كان أحد المناطق، خلينا نقول مناطقنا إحنا الأسرة السنية، لو قام أي شخص بضرب إذا نقطة تفتيش أو أي كان ضرب بإطلاق الرصاص، لو المنطقة كلها أبادوها بهذه الساعة كلها، فكيف انه شخص هو من دوله ويعترف بانه دوله يقوم هيك باعمال اجراميه ضد المواطنين الناس الامنين؟ طيب. ماكو الا اي رادع انه كل المواطن، كل الوزارات والاحزاب الميليشيات هي ضد ابناء الشعب العراقي، والمسكين اللي تشوفه استاذ محمد وتشوفه العراقيين، يعني هذه السنين اللي تشوفها عجيب، يعني بس تجون يتعذبون يقتلون. هاليوم عندنا احد الاشخاص عمره 70 سنه قتلوه وهو يعني خالي، يعني ما عنده اي تهمه. وصلت فكرتك ابو عمر، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت معنا من بغداد. عندنا ابو مازن من ابو غريب، تفضل يا ابو مازن حياك الله. الو ابو مازن حياك الله، اسمعني من الهاتف لو سمحت ونص صوت التلفزيون. من الهاتف دا اسمعك. تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. أستاذ العزيز، هاي مو غريبة علينا، يعني هاي النماذج أو ما يسمون بالضباط أو وزراء هاي الحكومة. نعم. يعني إحنا هذا الشيء ما نستغربه من عندهم، لكن المصيبة بينا إحنا. نعم. إحنا كشعب، إحنا كبلد، إحنا كنظام، إحنا علينا أن 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 أن, أن نوحد صفوفنا، أن ننتخل نفسنا، أن ننتخل غيرتنا. نعم. الوضع اللي حاليا هسه دا يصير بالبلد، اللي دا يمر بالبلد، لو تلاحظ بعد 2003 اللي جو كلهم يعني ادعوا المظلوميه ودعوا، والنتيجه طلعوا هم اللي يعني يحملون ما داخلهم من قل لهذا البلد، وهم اللي دمروا البلد ووصلوه الى هاي الحاله. هسه راح نضيف يعني مبرر. نعم. المسؤول اللي يصير بهاي الحكومه، سواء والله هم يوسفني انه اقول شيعي او سني، طيب، لكن هم عودونا على هالكلمه هذه، اذا ما يعلن ولاء وانتماء الى ايران والى هاي الميليشيات القذره اللي عاثت بالبلد من مغرب الى مشرج، يعني فما باقي علينا الا ان نتحد وان ان 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 ننتخل بلدنا، وان يعني الوسائل ما ماتت قدامنا، ولا 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 الحق ضاع علينا. احنا اهل الثورات، احنا اهل المبدا، احنا اهل اللي شرعنا القوانين، احنا اللي رسينا الحقوق يوم انضاعت. نعم. فهذول ما نستغرب من عندهم هذه الحاله. لكن اكو بيت شعر من قصيده طويله يعني قالها احد شيوخنا السابقين الله يرحمه، البيت هي قصيدة طويلة، لكن يقول: بديت باللي يزبر الحرف تزبير رب على كل الخفايا عليمي، حكامنا بهالآن كانوا عطاطير واللي تولع بالدنيا تراه غشيم، عمرهم قليل استاذ العزيز. نعم. وإن شاء الله ينتهون ترى هذولا. ربي يحفظكم أولا، ويحفظ العراق ثانيا، ويحفظ كل اللي، ويحفظ ثوار تشرين بالذات، يعني هذولا. نعم. هذولا النبته هاي، النبته الطاهره ان شاء الله، والامل بالله ثم بهم، وان الجاي هو الاحسن ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك، يحفظكم من كل شر ان شاء الله. الله يسلمك، وبالتوفيق يا رب العالمين. شكرا سيد ابو مازن من ابو غريب. رساله من سجى من الموصل تقول: السلام عليكم، سجى من الموصل، نطالب بالعفو العام. ليش اللي حكموهم بالاعدام الحكومه ليش الحكومة تطالب بتنفيذ الإعدام بسرعة؟ حسبي الله ونعم الوكيل على هذه الحكومة. مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.